three large thin uniformly charged plates are arranged so that there are two adjacent regions of uniform electric field. Point A is at -4, 1, 0, point B 4, 1, 0, and point C 1, 1, 0. The electric fields in these regions are مديني 120 مع صفر مع صفر وال A2 minus 80 مع 0 مع 0. في البارت A what is the change in electric potential along a path from A to B يعني معدي على C. الدلتا V AB هنقول يساوي ماينس ال E dot D فال E 1 dot R A لل C زائد ال E 2 ال R من ال C لل B. تعالوا نحسب ماينس ال E 1 120 مع صفر مع صفر ضد ال R من ال A لل C يعني C ناقص A 1 ناقص ناقص 4 يبقى 5 وصفر وصفر زائد ماينس 80 مع 0 مع 0 ضد B ناقص C ال B 4 4 ناقص 1 3 وصفر وصفر يساوي 120 في 5 ب 600 ناقص 80 في 3 يبقى 360 مظبوط كده 3 4 ناقص 1 ناقص ناقص 4 5 وهنا 4 ناقص 1 3 مظبوط يبقى 360 بالماينس. If a proton moves from A to B through a thin hole, what would be the change in kinetic energy? احنا عارفين ان الدلتا يو زائد الدلتا كي بصفر. الدلتا يو عبارة عن الكيو وده بروتون يبقى 1.6 في 10 سالب 19 الفي ماينس 360 ده كيو في في ودي مجهولة. اذن ال change in kinetic energy هضرب نفس الكلام ده في 1.6 سالب 19 فاداني 5.76 سالب 17 جول. If the proton was released from rest at A, what would be its speed at B? احنا عارفين ان الدلتا كي بتساوي نص الام في الفي تربيع وعايز دي هنا 5.76 سالب 17 وماس البروتون 1.67 سالب 27 فهضرب في 2 واقسم على الكتلة اداني السرعة تربيع اخد الجذر التربيعي فاداني سرعة 2.63 × 3 متر بير سكند. يبقى البروتون لو اتحرك من هنا من الريست لغاية بي هيوصل بالسرعة دي.